أود أن أسأل حول الذهاب للأعراس والمناسبات التي يوجد فيها منكرات، وهؤلاء قد يكونوا من صلة رحمي، فما موقفي من هذا؟ مأجورين. الأعراس والتجمعات الآن يغلب عليها فعل المنكرات والتعري عند النساء خصوصا الشابات وعدم الاحتشام، فالحفل أو الاجتماع الذي فيه منكرات وعدم التزام بالحجاب لا يجوز للمسلمة أن تذهب إليه ولو كان من أقاربها، لأن صلة الرحم لا تكون بالمعصية، إنما تكون بالطاعة، فلا تجامل في هذا الأمر ولا تخشى الناس في ترضي الناس بسخط الله عز وجل، لا ترضي الناس بسخط الله، وإنما ترضي الله سبحانه وتعالى ولو سخط الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعلى المرأة المسلمة أن تلاحظ هذا، وعلى أولياء أمور النساء أن يقوموا عليهن، الرجال قوامون على النساء، وأن يشرفوا على هذه الأحواش أو هذه بيوت الأعراس أو الاستراحات، أن ينظموها بنظام يضبطها، لأنهم مسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وعلى ولي المرأة إذا علم أن هذا الحفل فيه منكرات لا يأذن لها ولا يمكنها من الذهاب إليه. الرجال قوامون على النساء. نعم.